بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سي رشيد، نشكرك على هذه المبادرة. نتحدث على المناسبة تاع الصحفي الصغير. ربما نعم، إيه. البرنامج تاع الصحفي الصغير أو الإعلامي الصغير للأطفال، هذه المبادرة نشأت منذ تسعينيات القرن الماضي على مستوى جمعية الوفاء لترقية الطفولة. كنا نديروها، كنا نعطوا فرصة للأطفال للتنشيط على مستوى الحفلات أو التظاهرات الثقافية اللي ننظموها على مدار السنة. بعد ما جات إذاعة الجزائر من المسيلة، أسسنا لنشرة الأخبار وكذلك لحصص إذاعية وكذلك لبرامج خاصة بالأطفال. كوننا مجموعة كبيرة من الأطفال، وهذه الفكرة تاع الصحفي الصغير أو هي مبادرة أردنا من خلالها أن نبرز المواهب والقدرات الإبداعية لأطفالنا في شتى الميادين، لأنه الإعلام كما يعلم العام والخاص هو سلاح ذو حدين. هي نشاط الإعلام هو يبرز كثير من، إذا كان المسرح يقول أبو الفنون، فالإعلام كذلك أكثر من أبو الفنون، لأنه من خلال الإعلام تكتشف المسرحي، تكتشف المنشد، تكتشف المغني، تكتشف المخترع، تكتشف كل الأشياء في هذا في الإعلام. أردنا من خلالها أن نشكل أو نساهم بقدر المستطاع في تكوين نخبة من الأطفال، والحمد لله وصلنا إلى بعض النتائج الأولية من خلال بعض الأطفال اللي راهم الآن راهم أطباء وراهم مهندسين وراهم كذلك حتى صحفيين، وراهم يقرأوا في مجال الإعلام. لا يسع المجال لذكرهم لأنهم كثيرون جدا. والوقت ولا زوج يعني. واحد كاين بن يحيى مثلا، كاين مهدي، كاين فاطمة، كاين ما نذكرش الألقاب. كبير، كاين عبد القادر إلى غير ذلك. كاين كذلك على مستوى الإذاعة كاين شروق، كاين أختها دنيا، كثير من الأطفال اللي راهم مروا على برامج الأطفال ونجحوا في، لأنه هذه البرامج أعطت فرص وشجعتهم على البذل والعطاء، وكانت لهم إضافة لمسارهم الدراسي والعلمي. هاك الخط الناجحين والمؤطرين، وشكون اللي كانوا مواطنين يعاونوا في هذا المجال؟ مواطنين كثر كثر، نذكر في الأوائل إن شاء الله. الأوائل كان معايا إبراهيم بغدادي، كان معايا بركة عبد الحميد، كان معايا حافظ، كان معايا يلا اسماعيل كذلك، وكلهم أعضاء معنا في الجمعية، الحسن شتية إلى غير ذلك. بالنسبة بعد والجنس الآخر، ما كنتوا غير ذكور. الجنس الآخر لما دخلنا الإذاعة تاع المسيلة، يعني ولينا درنا شراكة مع الإذاعة. كاين الأول واحد دار مبادرة معايا تاع قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة هو الأستاذ أحمد المهدي الزواوي، ومن بعد كاينين أشخاص صحفيين آخرين على غرار جعفر عدالة، على رقية طالب مثلا القدامى هذو، كذلك جلال إلى بورزق خالد، وكذلك الشكر موصول اللي أعطانا الفرصة هذه هو المدير تاع الإذاعة الأستاذ الصديق بخروبة والأستاذ غضبان سمراو، وكثير يعني من الخبرة كنا نقولوها بالسنوات. قداه سنوات؟ هي 30 سنة، بصح مع الإذاعة رانا في 20 سنة، يعني ما بدأت الإذاعة بدأ الصحفي الصغير، بدأت البرامج تاع الأطفال. كنا دائما كل سنة نديروا مسابقات لاختيار مجموعة من الأطفال 10 أو 12 طفل ليقدموا نشرات الأخبار ويقدموا كذلك الحصص والمواجز الإخبارية إلى غير ذلك، بالشراكة دائما مع الإذاعة. يعني الإذاعة كانت رفيقنا في المشاركات. منين كانت؟ من مدينة المسيلة فقط ولا منين؟ من ولاية المسيلة بصفة بكلية، من بوسعادة، من مقرى، من برعوم، من سولة الدراج، من المعاضيد، من حمام ضلع، من كل الولاية تقريبا، من ولاية سيدي إبراهيم إلى غير ذلك. الآن رانا في الطبعة ربما العاشرة أو الحداش نتاع المسابقة الإعلامية الصغيرة اللي رانا نديروها سنويا.
كذلك هذه المسابقات الأستاذ هي فقط ليس لإبراز المواهب، كذلك من أجل القيام بحملات تحسيسية وإرشادية على حوادث المرور، على التسممات الغذائية، البركة المائية، على المخدرات، على اكتشاف المواهب. غير هي مش نشاط إعلامي أو تشجيع مهم هو فقط، شكل له مضمون، هو موجه، هو أولا تكوين، ثانيا مسابقة، ثالثا تشجيع، رابعا إرشاد وتوعية لكل الأسر سواء كبارا أو صغارا، من أجل المساهمة في بناء مستقبل المجتمع الجزائري من خلال هؤلاء الأطفال النجباء اللي رانا نختارهم ليقدموا ومضات إشهارية أو كما يعلم العام الخاص في الفترة تاع كوفيد 19 قمنا بمجموعة من المبادرات. مشينا درنا قافلة للمنازل تاع الأطفال وقمنا بواحد المسابقة، والمسابقة هذيك تحكي على فوائد أو تحكي على تحذير من الكوفيد 19، ولقيت نجاح كبير، ومن خلالها قام أطفالنا بتوجيه رسائل إلى الكبار والصغار كيفيات الحفاظ على حياتهم في المنازل في المحيط الخارجي. الحمد لله خرجنا من هذه الأزمة بفضل التوعية وبفضل التزام المواطنين والمجتمع بالتعليمات والتوجيهات تاع الأطفال وتاع المجتمع بصفة عامة. جوائز والله كنت جوائز وطنية والله في هذا المجال، يعني ما كانش مسابقات في هذا المجال على المستوى الوطني. نحن نسعى قدر المستطاع إلى إنشاء أو إلى إحداث مهرجان أو لقاء وطني للصحفي الصغير أو للإعلاميين الصغار، ونهدف من خلال هذه المسابقات إلى استحداث شبكة وطنية للإعلاميين الصغار لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر، لأننا في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفولة الجزائري، أردنا أن نعطي فرصة للأطفال للحديث عن أنفسهم بأنفسهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وكذلك الثقافية والرياضية والمشاركة، لأن الأطفال هم الذين يحسون أو يطالبون بحقوقهم أحسن من الكبار. الصفحة تاعكم على الفيسبوك ولا؟ على الفيسبوك صفحة جمعية الوفاء لترقية الطفولة لولاية المسيرة باللغة العربية، أو صفحة استوديو الأطفال إذاعة المسيرة، لأنه فيه برنامج يذاع كل جمعة صباحا ابتداء من 9 عبر أثير إذاعة الجزائر من المسيرة. هذه المرة صنعنا التميز في جوان، درنا توأمة مع 4 إذاعات هي تلمسان وعنابة وغرداية والمسيرة لمدة نصف يوم كامل، من خلاله تم إبراز تقاليد وموروث الثقافي لهذه الولايات بأصوات وبأقلام أطفالنا وأطفال هذه الولايات، وتبادلنا التجارب والنشاطات الثقافية، وإن شاء الله نسعى إلى في المستقبل إلى توسيع هذه الدائرة لتشمل الإذاعات أو تشمل مختلف جهات الوطن. كذلك رانا منذ سنوات وإحنا نطالب وندافع من أجل استحداث قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال في الجزائر، قناة عمومية تابعة للتلفزيون الجزائري أو للإذاعة، من خلالها يقوم هؤلاء الأطفال بإبراز مواهبهم، لأن المادة الخام موجودة الآن. سي رشيد نشوف بلي أطفالنا راهم راحوا في قنوات أخرى كطيور الجنة كطيور كذاك، احنا عندنا الثقافة الجزائرية مليئة أو غنية بالأغاني بالحكايات الشعبية بغير ذلك، نستطيع من خلال إنشاء أو إحداث قناة تلفزيونية أو إذاعية أن تنشئ هذه القنوات وتضاهي القنوات التلفزيونية العالمية، لأن الجزائر فيها متسع، فيها ثقافات في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، فيها كذلك الأحجيات السابقة. كنت ربما تتذكر برنامج، فقط برنامج دار
كون مجتمع اللي هو الحديقة الساحرة، فما بالك ببرنامج أنا بقناة تلفزيونية ممكن ترجع حتى نساهم في جمع شمل الأطفال، وهذا وهدفنا هو لم شمل الشعب الجزائري في إطار الثقافة الجزائرية، وكذلك تجسيد المواطنة وحب الوطن وحب الدين والله. وشكرا، بارك الله فيك.